أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي بين المجلسين. تحتفي مملكة البحرين في الرابع من فبراير من كل عام بيوم البيئة الوطني الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع البيئي، والتي تعتبر من المنظومات المتطورة في المنطقة، حيث تسعى مملكة البحرين إلى تعزيز جهودها في حماية البيئة والموارد الطبيعية عن طريق وضع الضمانات التشريعية الكفيلة باستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وسنتطرق في حلقة اليوم إلى الإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية في مجال البيئة. ابقوا معنا. حققت مملكة البحرين إنجازات عديدة وقدمت جهوداً حثيثة في مجال الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع الحيوي محلياً وإقليمياً ودولياً عن طريق وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة ووضع ضمانات تشريعية كفيلة بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وذلك لضمان استمرارية التوازن الطبيعي واستدامته وتطوير السياسات والبرامج التي تتبعها الحكومة في هذا الإطار. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الاتصال المرئي سعادة الدكتور محمد علي حسن، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى. أهلا بك معنا. بداية دكتور محمد، وجه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قبل أيام سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين، كيف تقرؤون هذا التوجيه خلال المرحلة الراهنة من العمل المتنامي لتحقيق الأمن الغذائي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لنا في مجلس الشورى للمشاركة معكم في هذا اليوم، يوم البيئة الوطني. طبعا دائما وأبدا توجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لنا في السلطة التشريعية هي الأساس في عملنا وهي الملهم لكل ما نقوم به. واهتمام جلالته بهذا الأمر الهام وهو حماية البيئة البحرية والثروة السمكية وكذلك تنمية مشروع الاستزراع السمكي دليل واضح على حرص جلالته واهتمامه بهذه البيئة. بطبيعة الحال البيئة البحرية هي أهم البيئات المكونة لمملكة البحرين، إن لم تكن أهمها باعتبارها هي البيئة الأكبر لمملكة البحرين جغرافيا. وهناك عدة أسباب تدعو إلى الاهتمام بالبيئة البحرية دون غيرها، وأهم ذلك أن أولا أن ما يحدث في البيئة البحرية وما تتعرض له من سواء من تلوث أو تدهور يؤثر بطبيعة الحال ليس على البيئة البحرية فحسب، وإنما على البيئات الأخرى كالهواء والماء. فعندما يتم للأسف الشديد التلوث في هذه البيئة سينتقل حتما بطرق مختلفة إلى الهواء والتربة، ولذلك يجب الحفاظ على هذه البيئة. ثانيا أن البيئة البحرية هي مصدر رزق للعديد ولمعظم سكان البحرين لما تحتويه من موارد طبيعية أهمها الثروة السمكية والعديد من الأحياء البحرية.
رقم ثلاثة أن البيئة البحرية هي تتصل بشعب البحرين اتصالا طبيعيا وثقافيا منذ العديد من القدم، باعتبارها كانت موئلا لثرواتهم ورزقهم وما يقومون به في السابق من الغوص أو الارتحال في البحر. كذلك البيئة البحرية هي أيضا موطن للسياحة البحرية لمملكة البحرين. فكل هذه العوامل وغيرها تؤدي وتدعو إلى الحفاظ على هذه البيئة وحمايتها بكل ما استطعنا. نعم دكتور محمد، ونحن نتحدث عن يوم البيئة البحرينية، فإن لجنة المرافق العامة والبيئة تناقش حاليا اقتراحا بتعديل قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. حدثنا أكثر عن هذا القانون من حيث أهدافه. نعم شكرا لك. هذا الاقتراح بقانون قدم مؤخرا إلى المجلس لمناقشته وإقراره، وهو في الواقع تعديل على بعض أحكام المرسوم رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية. هذا الاقتراح بقانون نابع أساسا من نصوص الدستور، بحيث أن الدستور ينص على أن الموارد الطبيعية جميعها ملك للدولة، فلذلك يجب المحافظة عليها. لهذا الاقتراح بعض الأهداف. أولا من أهدافه هو الحفاظ على البيئة البحرية وزيادة المخزون السمكي. ثانيا دعم وتشجيع الصيادين والحفاظ على أن يكون الصياد البحريني هو الذي يقوم بالصيد. رقم ثلاثة أن هذا الاقتراح يحدد كيفية تأجير السفينة إلى البحريني أساسا وليس لغيره من المؤجرين، باعتبار أن من يملك سفينة إذا أراد أن يؤجرها يجب تأجيرها للبحريني فقط. في أيضا من ضمن أهداف هذا المقترح أن يكون الثروة البحرية في حال الاستيراد والتصدير لهذه المنتجات، منتجات الثروة البحرية سواء كانت سمكية أو غيرها من الأحياء البحرية، أن تخضع للحجر البيطري، بالإضافة إلى أهداف أخرى يحددها هذا الاقتراح. نعم سنواصل الحديث معك دكتور محمد، تفضل بالبقاء معنا. وضعت مملكة البحرين حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي في مقدمة أولوياتها التنموية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما يحرص المجلس النيابي على دعم المبادرات والمشاريع الوطنية وكافة الجهود الرامية للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية. نتابع. تولي مملكة البحرين أهمية كبيرة بقضية البيئة، ويوضح ذلك ما جاء في الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عند تفضله بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، حيث أكد حرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغيرات المناخية ومتابعته المباشرة بكل اهتمام كل ما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ. كما تحرص مملكة البحرين على دعم الجهود الدولية في مواجهة التغييرات المناخية، ونتابع بكل اهتمام ما يصدر من قرارات وتوصيات أممية لمؤتمرات المناخ، نعمل على مساندتها والإسهام في تحقيق أهدافها لعودة التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعدالة الحصول عليها. جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وجه منذ أيام المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم لعمل ضوابط لتنمية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي ليفي بمتطلبات واحتياجات السوق المحلي، إلى جانب المحافظة على الثروة السمكية
باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين. السلطة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية تمضيان نحو تحقيق الرؤى الملكية السامية للنهوض بالشأن البيئي في مملكة البحرين، وذلك من خلال تقديم المبادرات والمشاريع التي تسهم في الاستثمار الأمثل للموارد البيئية والمحافظة عليها وتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع. فمجلس النواب عمل خلال السنوات الماضية على عدة مشاريع بقوانين واقتراحات بقانون وبرغبة، وتم طرح العديد من الأسئلة بهذا الشأن، كما تم وضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة يشمل كافة صورها البرية والبحرية والجوية وبما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية. عودة لكم مشاهدينا للحديث عن إنجازات مملكة البحرين والسلطة التشريعية في مجال البيئة، وعودة لك سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى. سعادتك مشارك فاعل في المؤتمرات والمحافل البرلمانية المحلية والدولية ذات العلاقة بالبيئة وتغير المناخ. ما هو موقع مملكة البحرين من حيث الحراك الدولي في الشأن البيئي؟ البحرين كما هو معروف، مملكة البحرين مشاركة فعالة في كل ما يتعلق بالشأن البيئي، سواء كان لمؤتمرات أو لمعاهدات أو لاجتماعات دولية أو إقليمية في هذا المجال، في مجال البيئة بكل أنواعها، سواء كانت لحفاظ الموارد الطبيعية أو التنوع الأحيائي أو حماية الأوزون أو حماية البيئة الإقليمية البحرية، وأهم ذلك الآن طبعا على مستوى العالم هو تغير المناخ. فحكومة مملكة البحرين الموقرة مشاركة منذ زمن طويل في كل هذه المعاهدات، في كل هذه الاجتماعات، ومشاركتها أيضا مشاركة فاعلة. نحن أيضا في السلطة التشريعية لنا دور في هذا المجال، بحيث أننا نشارك في بعض هذه الاجتماعات الإقليمية أو الدولية إذا ما تمت دعوتنا إلى ذلك، وعندما أيضا نناقش بعض هذه الاتفاقيات التي تتصل بالبيئة أو بعملنا في مجلس الشورى. نعم، السلطة التشريعية تشهد نقاشات موسعة خلال الجلسات حين تطرح مواضيع ذات علاقة بالشأن البيئي، بماذا تفسرون ذلك؟ البحرين كما هو معروف، مملكة البحرين مشاركة فعالة في كل ما يتعلق بالشأن البيئي، سواء كان لمؤتمرات أو لمعاهدات أو لاجتماعات دولية أو إقليمية في هذا المجال، في مجال البيئة بكل أنواعها، سواء كانت لحفاظ الموارد الطبيعية أو التنوع الأحيائي أو حماية الأوزون أو حماية البيئة الإقليمية البحرية، وأهم ذلك الآن طبعا على مستوى العالم هو تغير المناخ. فحكومة مملكة البحرين الموقرة مشاركة منذ زمن طويل في كل هذه المعاهدات، في كل هذه الاجتماعات، ومشاركتها أيضا مشاركة فاعلة. نحن أيضا في السلطة التشريعية لنا دور في هذا المجال، بحيث أننا نشارك في بعض هذه الاجتماعات الإقليمية أو الدولية إذا ما تمت دعوتنا إلى ذلك، وعندما أيضا نناقش بعض هذه الاتفاقيات التي تتصل بالبيئة أو بعملنا في مجلس الشورى.
سعادة الدكتور محمد علي حسن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.